رجال الاستثمار ورجال الأعمال يتعاونوا مع الباحثين وطبعا يشاركوهم في هذه البحوث المفيدة، وبكده نقدر فعلا نحول البحوث إلى منتجات نصدرها لدول أفريقيا ودول آسيا ودول أوروبا حتى، ويبقى البحوث مفيدة لأن احنا يعني عندنا تخصصات وعلماء عظام وكبار يعني أثبتوا وجودهم وأثبتوا نجاحهم. البحث العلمي هو أساس التقدم في أي دولة في العالم. إن عدد الأبحاث العلمية للمصريين في المجالات المفرصة عالمياً قد ارتفع بنسبة 30% بزيادة قدرها 14% عن العام السابق، ومن المأمول أنه مع تطبيق قانون البحث العلمي من شأنه تحويل براءات الاختراع إلى واقع تطبيقي. وفي نفس الوقت قد زادت موازنة البحث العلمي في مصر من 17 إلى 21 مليار جنيه في الموازنة الحالية. البحث العلمي هو أساس النهضة والتقدم لكل دول العالم مش مصر وحدها، وزي ما احنا شايفين ان الدول العظمى اللي العالم كله بيدين لها بالولاء ويدين لها بالانتماء بشكل او باخر، ده نتيجة ايه؟ نتيجة البحث العلمي. البحث العلمي في مصر بالنسبة للفترة اللي احنا فيها يطور كتير ويقدم البلد خطوة كبيرة، خلاها تاخد خطوة كبيرة للأفضل طبعا. في مجال البحث العلمي قد حققت مصر مراكز متقدمة في مسابقة الأولمبياد العالمية للعلوم، حيث شارك الفريق المصري بإشراف هبة عبد السلام بعدد من المشروعات العلمية والأدبية، وقد فاز الفريق بعدد من الجوائز سواء في مجال العلوم والهندسة والتصميم أو في مجال الكتابة الإبداعية. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا ولسه معاكم مصر جميلة. الحقيقة احنا بنسعد جدا بتواجدنا كمصريين او كمصر مع دول العالم بمكانة متقدمة وبمكانة متميزة في كل مجال من المجالات. لما نقول ان في الجمعية العالمية للبترول اللي بتقع تحتها مظلة يعني العاملين في البترول في كل دول العالم بشكل كبير جدا، وفي كل دولة من الدول بيكون هناك ممثلين لهذه الجمعية. في مصر بالفعل يعني تم اختيار احدى الجامعات المصرية ومنها جامعة الأزهر اللي شاركت بالفعل مع الجمعية العالمية للبترول، واسمحوا لي هي ما كانتش مسابقة، لكن اللي انا عرفته وهعرفه بشكل تفصيلي اكتر من ضيوفنا ان هي بالفعل كان نوع من التقييم والتواجد لكل من يعمل في مجال البترول تحت مظلة هذه الجمعية. تواجدنا كمصريين واثبتنا بالفعل اننا قادرين على تقديم كل ما هو جديد وكل ما هو مبتكر في مجال ابحاث البترول. ايه اللي حصل بالظبط وايه الجمعية الدولية للبترول واحنا شاركنا ازاي؟ الحقيقه تساؤلات كثيره جدا حابين ان احنا نتعرف عليها من خلال ضيوفنا اللي مشرفينا النهارده. اسمحوا لي ان انا ارحب بالاستاذ الدكتور طارق محمد ابو الفتوح، دكتور بهندسه البترول جامعه الازهر والمشرف على النشاط الطلابي في القسم. اهلا بحضرتك يا دكتور. كمان برحب بالمهندس عوض البردان، بكالوريوس هندسه البترول جامعه الازهر، رئيس جمعيه مهندسي البترول فرع جامعه الازهر 2017-2018. اهلا بيك منورنا. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. يعني في البدايه الف مبروك على التقييم والمسابقه، وعايزين نتكلم على المسابقه بقى، نشرحها للساده المشاهدين انه بالتاكيد اي مكسب لكل واحد مننا وبيرفع اسم مصر في اي محفل دولي الحقيقه ده مكسب لمصر كلها. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه احنا بنشكر برنامج مصر الجميله على الدعوه الجميله، ويا رب مصر كل يوم اجمل واجمل ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. هو بس هي مش عمليه مسابقه، هو تقييم. يعني الجمعيه جمعيه مهندسي البترول العالميه بامريكا بالولايات المتحده دي اسست عام 57 تحت مظله الامريكان انستيتيوت اوف مايننج انجينيرز،
وبعد كده عام 1985 انفصلت بشكل تام واصبحت هي ليها استقلاليه. فمسجل تحت مظله الجمعيه مهندس البترول العالميه للاس بي اي جامعات اللي بتعمل في مجال البترول، مسجل فيها 382 جامعه، من ضمنهم في مصر بالاضافه لجامعه الازهر، جامعه القاهره، جامعه السويس، جامعه الاسكندريه، ده كشق حكومي. الجامعات الخاصه طبعا الجامعه الامريكيه والجامعه البريطانيه، وانضم حديثا جامعه المستقبل. طيب الجمعيه بتعمل عمليه خدمه لكل العاملين في قطاع البترول، ازاي؟ انها بتعمل عمليه عقد مؤتمرات في جميع دول العالم، عقد ورش عمل في جميع دول العالم، ندوات شهريه في كل دوله من دول العالم. يعني احنا عندنا كل شهر في ندوه لقطاع البترول، كل شركات البترول تبع الاس بي اي بيطلع فيها كل مهندسين البترول على المشاكل الحديثه اللي موجوده وطرق حلها، فده بيسري عمليه البحث العلمي، يسري العمليه التعليميه طبعا. بالاضافه انها عملت عمليه تقييم لاقسام البترول اللي موجوده تحت مظلتها. طيب هتقيمهم ازاي؟ في تقييم بيتم تقييم علمي، في تقييم بيتم تقييم ثقافي، تقييم رياضي، تقييم اجتماعي. طيب هتعمل لهم ازاي التقييم دوت؟ بتشوف احنا كل سنه في اخر اخر العام الدراسي بنقدم زي ريبورت عن ايه اللي حصل طول الفتره الدراسيه دي، وبناء عليه بيتم اختيار احسن اقسام عملت نشاطات تفيد المجتمع، تفيد الدوله، تفيد الايه، تفيد الدارسين. كان الحمد لله هذا العام احنا كل سنه هم عندهم تصنيفين، في تصنيف اسمه الاوت ستاندينج وفي تصنيف تاني اسمه الجولد ستاندرد. سنه 2015 و2016 كنا احنا بنحصد في الجولد ستاندرد، دايما كنا تحت طائله الجولد ستاندرد. الحمد لله السنه دي التصنيف الاول اللي هو الاوت ستاندينج السنه دي اختاروا من ال 382 جامعه، اختاروا 41 جامعه، كان من ضمنهم بفضل الله جامعه الازهر كجامعه حكوميه. نعم. يشاركنا في الكلام ده كان الجامعه الامريكيه برضو موجوده في هذا التصنيف والجامعه البريطانيه، بس دول يعتبروا اعلى تصنيف ك 41 جامعه يعملوا في تدريس لقطاع البترول. كويس. يعني احنا يعني كان بنهدي دي هديه لفخامه الرئيس لما قال ان احنا لازم نتسابق مع الجامعات بره، ان احنا ضمن 41 جامعه على مستوى العالم في تخصص هندسه البترول معروفين علميا. من 382 يا فندم، عشان بس نوضح الترتيب. من 382 جامعه بيعملوا في مجال البترول، بيعملوا في على المستوى العالمي، على مستوى العالم، وجامعه حكوميه، وجامعه حكوميه موجود في التصنيف ده ال 41 من الجامعات الخاصه، الجامعه الامريكيه والجامعه البريطانيه. الحقيقه هنا يعني زي ما بنقول دايما مهم قوي ان انا بعيد منظومه العمل في الدوله بشكل كبير من تدريس، من ابحاث علميه، خصوصا في قطاعات خاصه جدا، يعني قطاع البترول اللي احنا بنعول عليه الكثير جدا في الفتره الحاليه لتحسين الاحوال الاقتصاديه، الحمد لله عندنا العديد من الاكتشافات اللي يكون ليها دورها. اعتقد هنا الناحيه البحثيه بالنسبه لهندسه البترول لابد ان تواكب هذا التطور. حضراتكم كباحثين شباب في هذا الموضوع، ازاي قدرتوا ان انتوا تصلوا الى هذا التصنيف؟ ايه اللي قدمتوه من خلال تواجدكم مع هذه الجامعات المصريه كي يتم اختياركم ضمن 41 جامعه؟ صباح الخير، وانا طبعا يعني فرصه جميله جدا ان اتواجد مع حضراتكم النهارده في برنامج مصر جميله. بدايه احنا دلوقتي نشاط طلابي، يعني كل الاعضاء فيه طلبه، انا وكل زمايلي كلنا طلبه. تمام. لنا مثلا الادفايزر معانا، المشرف مثلا معانا الدكتور من القسم اللي هو دكتور طارق، فطبعا لازم بنعمل باسس ونشتغل عليها طبقا للاسس اللي منزلها اس بي اي، اس بي اي العالميه. احنا دلوقتي معانا اسس ماشيين عليها وشغالين عليها. يعني انا مثلا كنت وانا في سنه اولى قسم نزل لنا طلبه اكبر مني وفي سنه رابعه وكده، بداوا يكلمونا ان في جمعيه مهندسي البترول على مستوى العالم، الجمعيه ديت الاهداف بتاعتها كذا، بتفيد الطلبه بايه، البحث العلمي بيستفاد ازاي من خلالها، واحنا لازم نشارك عشان نرفع اسم بلدنا واسم جمعيتنا في العالم، والناس كلها تعرف مين طلبه الازهر. فكانت هنا البدايه ان انا اعرف يعني ايه اس بي اي.
بدأنا بعد كده ان لازم ننضم، بيعملوا هم ريكروتمنت وتلقي الاعضاء وكده. فبدأت في سنه ثانيه بترول انا وزمايلي وكلنا ان احنا نقدم، نشترك مع الطلبه اللي هم اكبر مننا في سنه رابعه وكده، وبدأنا نشترك معاهم في الابحاث والمقالات العلميه. انا دخلت في اللجنه العلميه في القسم عندنا في سنه ثانيه، وبدأنا نشتغل ونعرف ونتعلم من الطلبه اكبر مننا ازاي بيعملوا الحاجات دي والابحاث يعني دي. يعني باشمهندس عوض، عشان برضو نوصل المعلومه، SBE دي منظمه بتنزل رولز معينه للتخطي في الابحاث والوصول يمكن اهداف معينه، صح كده؟ صح. انتوا بتنفذوا بتطبقوا هذه الخطوات تمام بمنتهى الجوده تمام، صح كده؟ اه. بتوصل بقى من خلال ابحاثك لغايه ما تطلع للنتائج اللي انت بتوصل لها، وبعد كده بتعرض على هذه اللجنه فبيتم تقييمكم وتصنيفكم، صح كده؟ فاهم كده؟ تمام. وده بياخد مجهود كبير بقى في عمليات البحث، وانك انت تقدر تخش مجالات كتير تحط فيها ابحاث او تعمل فيها تحليلاتك او صح كده؟ صح كده. تمام. يعني ده على المستوى العالمي. اه. ده مهم قوي، لانه برضو خد بالك انت بتتكلم على منظومه ممكن المشاهد ما يكونش متابع، وانا اول مره اسمع ده، انه احنا موجودين في التصنيف العالمي لان احنا بنحقق المواصفات العالمية في كل ده، وده حاجة أكتر من رائعة. ده يوصلنا لإيه يا دكتور طارق؟ يعني أنا هضرب لحضرتك أمثلة. على أساس الـ SBE بيعمل حاجة اسمها بيبر كونتيست، التنافس ما بين الطلاب في مجال هندسة البترول. سنة 2015 دخلنا ببحث، وكنت أنا مشرف على واحد من الطلاب اسمه باشمهندس، هو طبعا تخرج دلوقتي وشغال في شركة بترول. اسمه الباشمهندس محمد سعد، وكان في الانفايرومنتال جازولين اللي هو انتاج البنزين النظيف بيئيا. وما شاء الله البحث ده لاقى يعني استحسان كبير قوي، وكان في مؤتمر عالمي في البحرين. في طالب تاني ما شاء الله كان في مجال الانهانسد اويل ريكفري لعمليه الاسترجاع من الابار البتروليه، كان اسمه محمد القاضي، وده كان البحث بتاعه نشره في، راح عمل برزنتيشن في جامعه الملك فهد في السعوديه، وبرضه لقى استحسان كبير جدا من اللجنه يعني. فدي المساهمات اللي بتبدا تنمي عند الطالب وهو لسه طالب ازاي بحث علمي، يعني ايه اعمل بحث علمي. يعني معالي وزير التعليم الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار لما كان بيتكلم ازاي نعمل عمليات تاهيل للطلاب بتوعنا وهم لسه صغيرين كده، ازاي يقدر يعمل بحث علمي، ازاي يعمل القاء للبحث ده اللي بنفتقده، وهو لسه طالب. بحيث لما يجي يتخرج، لما يتعين في شركات البترول، هو مطالب يوميا بتقرير يومي، مطالب يوميا بالقاء يومي للشغل بتاعه. بالاضافه يعني دي حاجه عايزين نركز عليها، ايه اللي وصلنا لكده اللي هي الخلفيه العلميه بتاعه القسم. يعني احنا عندنا بنعتبر قسم هندسه التعدين والبترول، شعبه البترول بالاخص، بنعمل من بداية العام الدراسي إلى نهايته كخلية نحل شغالة. إحنا عندنا حضرتك كل يوم سبت بيعقد سيمينار بنجيب فيه أحد الناس اللي عاملين في قطاع البترول، بيعرض للطلبة إيه المشاكل اللي بتواجههم في الصناعة من ناحية عملية وإزاي تتحل. يبقى الطالب وهو قاعد بيستمع لذلك، هو عنده الجزء النظري أو الثيوريتيكال، وبيشوف الجزء الأبلايد التطبيقي كمان. ده انعكاسه كان ايه على حضراتكم كطلاب في هذا الموضوع، وخصوصا ان انا النهارده بتكلم على ربط سوق العمل بالدراسه وبالناحيه العلميه والبحثيه، نما ايه عندكم وازاي قدرنا ان احنا نصل الى هذا التصنيف في الاوت ستاندنج ستودنت شابتر اللي اقيم في الولايات المتحده الامريكيه. هو بدايه ان SBE اصلا يعني احنا كنشاط طلابي في ستراكشر ماشين بيه، يعني انا مش بستفاد مثلا، انا كمهندس بترول تخصصي بترول فبستفاد بالماده العلميه بس، لا احنا كنشاط طلابي بنشتغل، عندنا حاجه الاتش ار، عندنا البي ار، عندنا اللوجيستيك، عندنا الكلام ده كله فيه طلبه، فاحنا بننمي القدرات ان الطالب ملم بكل التخصصات دي، بكل المجالات دي. وفي نفس الوقت ان احنا بنبص للقطاع البترول بره، بنشوف المهندسين اللي شغالين في الشركات ازاي بنتعامل معاهم، بنجيبهم عندنا في القسم يقولوا لنا الخبره العمليه، بحيث يبقى احنا كده قللنا الجاب بين الحياه العمليه والحياه النظريه. وبالاضافه ان احنا بنعمل مؤتمرات، يعني عملنا مثلا في 2016 عملنا مؤتمر اي بي تي سي
عملنا في 2017 مؤتمر كارير ديفلوبمنت كونفرنس، عملنا السنه دي مؤتمر كابك عملناه بالشراكه مع ست شباتر تانيين، كان من ضمنهم الجامعه البريطانيه وجامعه قناه السويس، وفي ثلاثة شابترز من بره مصر كان من روسيا. المراهنات دايما على الجامعات الحكوميه دكتور طارق، وانت يعني اقدر مني على ده، انه بنشوف شباب اكتر من رائع بامكانيات قليله طبعا، يعني طبعا. دي جزئيه مهمه جدا، وده بيخلينا نتطور في التصنيف العالمي للجامعات، ونشوف جامعات المصريه من افضل جامعات على مستوى العالم. نورتونا، انا كنت سعيد معاكم دكتور طارق. شكرا جزيلا. شكرا باشمهندس عوض، نورتونا في مصر جدا. هي نماذج مفرحه، نماذج بتدينا امل في بكره. عندنا الموارد الطبيعيه، عندنا الموارد البشريه، قادرين ان احنا نحقق نجاحات في كل المجالات باذن الله، بس نشتغل ونفكر وندرس ونستغل البحث العلمي بطريقه سليمة. دي كانت حلقتنا النهاردة مع حضراتكم في مصر جميلة، وبكرة لقاء جديد وفريق عمل جديد، ودايما يا رب مصر جميلة.